بسم الأب والابن والروح القدس، الله الواحد آمين. من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل فيليبي، بركته على جميعنا آمين. لكن ما كان لي ربحا فهذا قد حسبته من أجل المسيح خسارة، بل إني أحسب كل شيء أيضا خسارة من أجل فضل معرفة المسيح يسوع ربي الذي من أجله خسرت كل الأشياء وأنا أحسبها نفاية لكي أربح المسيح وأوجد فيه. وليس لي بري الذي من الناموس، بل الذي من الإيمان بالمسيح، البر الذي من الله بالإيمان، لأعرفه وقوة قيامته وشركة ألامه متشبها بموته، لعلي أبلغ إلى قيامة الأموات. ليس أني قد نلت أو صرت كاملا، ولكني أسعى لعلي أدرك الذي لأجله أدركني أيضا المسيح يسوع. أيها الأخوة، أنا لست أحسب نفسي أني قد أدركت، ولكني أفعل شيئا واحدا، إذ أنا أنسى ما هو وراء وأمتد إلى ما هو قدام، أسعى نحو الغرض لأجل جعالة دعوة الله العليا في المسيح يسوع. فليفتكر هذا جميع الكاملين منا، وإن افتكرتم شيئا بخلافه فالله سيعلن لكم هذا أيضا. وأما ما قد أدركناه فلنسلك بحسب ذلك القانون عينه، ونفتكر ذلك عينه. كونوا متمثلين بي معا أيها الأخوة، ولاحظوا الذين يسيرون هكذا كما نحن عندكم قدوة. نعمة الله الآب تحل على جميعنا آمين. معلمنا بولس الرسول يقول لنا في رسالة روميا أنه إن عشنا فللرب نعيش، وإن متنا فللرب نموت، وإن عشنا أو متنا فللرب نحن. وفي رسالة روميا ما بيقول الكلام ده، نرجع ونلاقيه بيقول لنا تاني ليه الحياة هي المسيح والموت هو ربح. عايزين نتكلم في نقط. ايه هي حياتنا في المسيح؟ احنا بنقول ان احنا مسيحيين، ولكن هل احنا فعلا بنحيا مع المسيح زي ما بيقول بولس الرسول، احيا لا انا بل المسيح يحيا فيا؟ هل انا بعيش حياتي في المسيح، ولا انا بعيش مسيحية مختلفة عن اللي اتكلم عنها الكتاب وعن اللي احنا استلمناها من ربنا يسوع؟ ايه هي مسيحيتنا؟ وهل فعلا انا يجوز ان انا اعيش مسيحية مستقلة تختلف تماما عن مسيحية الانجيل؟ وايه هي المسيحية اللي عاشها الاباء الرسل، حتى ان بولس الرسول يقولها بكل قوة، يقول انا خسرت كل الاشياء وانا احسبها نفاية لكي اربح المسيح واوجد فيه. انا اوجد فيه وهو كمان يوجد فيا، انا اعيش في المسيح وهو يعيش جوايا. هي دي المسيحية. الحياة مع المسيح هي حياة تسليم بالتمام. إنسان مسلم حياته، إنسان بيدخل ربنا في كل حاجة في حياته، سواء إن حاجة صغيرة أو إن حاجة كبيرة. كتير بيتعبوا ويبذلوا مجهود ويشتغلوا، ولكن في كل شغلهم ما بيدخلوش ربنا، وبعدين يلاقوا في النهاية في كل تعبهم ومجهودهم يجي لهم صوت ربنا يقول له كده، زي ما قال بطرس، أنتم تعبتم الليل كله ولم تصطادوا شيء. تعبتوا لكن تعبكم ده ما جابش نتيجة، لأن كنتوا تعبتوا والمسيح ما كانش معاكم. واحد زي إيليا في العهد القديم، شخص جاهد بمفرده. إيليا لما جاهد بمفرده ابتدى يقاتل مع أخاب،
ومن جواه واقف ضد أخاب. أخاب ده بتاع البليعال وإيليا ده بتاع ربنا. فبصينا لقينا إيليا بيجاهد من جهة ويحارب في أخاب، ولأنه لوحده يهرب ويخاف من أخاب ويطلع الجبل وينزل ويختفي. وبعدين إيليا وقف قدام ربنا قال له: رب إيه الحكاية؟ إيه الحكاية؟ طب أنت لحد إمتى هتسيبني؟ ده أنا عايز أقول لك يعني إن الدنيا دي كلها ما فيهاش حد غيري، أنا بس اللي بتعبد ليك. ده هم قتلوا أنبياءك وهدموا مذابحك وبقيت أنا وحدي وهم يطلبون نفسي. ده إيليا اللي حاسس شغال لإيه؟ شغال لوحده. ما واحد شغال بمفرده، في فرق إن أنا أشتغل مع ربنا وفي فرق إن أنا أشتغل لوحدي. إيليا ده كان شغال لوحده، عشان كده ربنا رد على إيليا وقال له: يا إيليا أنا أبقيت لنفسي 7000 رجبة لم تنحني للبعض. يا إيليا أنت مش لوحدك، بس أنت اللي من البداية ما بصتليش، انت اللي من البداية ما بتعتمد على زراعك البشري، بتعتمد على قوتك، وعلشان كده كل الشغل اللي اشتغلته ده كان بمفردك. التلاميذ اللي اشتغلوا قالوا له: تعبنا الليل كله ولم نصيد، وانت يا إيليا تعبت ده كله وما جبتش نتيجة. في نهاية المطاف قلت له: انا لوحدي. فربنا قال لك: لا يا إيليا انت مش لوحدك. في ناس كتير جبابرة قتلوا من الشيطان وهم لوحدهم وسقطوا. انا مش مطلوب مني ان انا اقاتل الشيطان، انا مش مطلوب مني كده، ده انا بالعكس، ده انا لما الشيطان بيقرب لي اقول الله يخزيك يا شيطان، انا مش عايز اقرب لك ولا انت تقرب لي، كل واحد في حاله. اما يطلعوا الشياطين للاباء في البرية رغم مقدرتهم الروحية كانوا بيهربوا من الشياطين، ما كانوش بيقولوا: لا ده احنا في البرية لازم نقاتل الشياطين. ده بالعكس، ده القديس ابو مقار اما طلع البرية لقى الارض مليانة فخاخ، فقال كده: يا رب من يستطيع ان يخلص؟ مين اللي هيخلص من كل الفخاخ دي؟ فسمع صوت بيقول له: المتضعون يفلتون. المتضعين. عايز اقول ان الشيطان واقف لينا، لكن انا مش مطلوب مني اني اقاتل الشيطان. لألا نظن غلط تقولوا ان في حرب بيننا وبين الشيطان، احنا نقتله وهو يقاتلنا. ابدا يا حبيبي، انت مش مطلوب منك ابدا تقاتل الشيطان، هو اللي بيجي يقاتلنا، لان الكتاب يقول عليه كده انه قتال منذ البدء، هو دي شغلته. لكن انت مش شغلتك انك تقاتل، انت شغلتك ازاي تفلت من فخاخه. عشان كده بنقول: يا رب جنبنا الشيطان، انقذنا من حيل الشيطان، انقذنا من الفخاخ المنصوبة لينا في طول الطريق. هو الشيطان طول ما انت ماشي في طريق الملكوت، طول ما هو واقف لك، طول ما هو عايز يطلعك برا الطريق. لكن انت اذا برا الطريق الشيطان مش هيقربك. عشان كده الآباء يقولوا: إذا لقيت طريقك ماشي سالم يبقى أنت غلط، لكن إذا لقيت في حرب ضدك يبقى أنت في الطريق الصح. ولما جمل أثناسيوس الرسول قالوا له: العالم ضدك، قال لهم: وأنا ضد العالم. أنا ماشي صح والشيطان مش هيقدر إن هو يطلعني من طريقي. كتير اشتغلوا بمفردهم وما اعتمدوش على ربنا، لكن أنا عايز أقول داود النبي لما دخل في الحرب ضد جلياط الجبار وقف كده وقال له: الرب يحبسك اليوم في ايدي. الحرب لمين؟ للرب. الرب يغلب بالكثير وبالقليل. الحرب هي حرب ربنا. شمشون ما عملش كده، ولذلك شمشون سقط.
داود الصغير غلب وشمشون القوي الجبار اتهزم. الفرق بين الاتنين ايه؟ ان واحد اشتغل مع ربنا وواحد اشتغل بعيد عن ربنا، منفصل عن ربنا، لذلك واحد غلب والتاني اتغلب. عايز اقول كتير حتى من الحكماء من امثال سليمان. سليمان يوم ما مات داود النبي ربنا قال له انت عايز ايه؟ قال له انا عايز الحكمة لقيادة هذا الشعب. فربنا قال له لانك لم تطلب غنى ولم تطلب جاه انا هدي لك الحكمة. فكل الارض سمعت بحكمة سليمان، وسليمان الحكيم ده سقط وبخر للأوثان. في فرق ان واحد يعتمد على ذاته، وفي فرق ان واحد يعتمد على ربنا. هل انا بشتغل بذاتي؟ هل انا بدخل ربنا في كل حاجة؟ ولا انا بعتمد على ربنا؟ انا بشتغل ازاي؟ داود ده محدش يقول في واحد كان مثل داود، اللي ربنا يقول انا فحصت قلب داود ابن يسى فوجدته زي قلبي بحسب قلبي. داود ده اللي ربنا اختاره. قوم داود النبي اللي ربنا يختاره واللي ما فيش زي قلبه، نجد واحد زي داود يقع في خطية قتل وزنا. ده داود اللي قلبه ربنا يشهد له. ليه؟ لان في وقت من الاوقات داود اعتمد على ذاته وما اعتمدش على ربنا. الحياة الروحية هي ادخال ربنا في كل شيء، هي حياة مع المسيح. اما اقول انا مسيحي يعني انا حياتي في المسيح والمسيح بيحيا فيا. الشيطان يا حبيبي مش عايز يحاربك انت كشخص، مش عايز يحارب بطرس ولا جرجس ولا دميانة، لا مش عايز يحارب دول. الشيطان بيحارب المسيح اللي فيك. هو الشيطان عارف ان انا ولا حاجة، لكن عايز يغلب المسيح اللي فيا، وعايز يقول انا غلبت المسيح في شخص فلان. مش احنا اعتمدنا ولبسنا المسيح؟ امم لما يغلبنا المسيح اللي غلبه زمان بالصليب، ام يقول انا تمكنت ان انا اغلب لك ولادك اللي انت فديتهم واللي انت سكنت فيهم واللي هم مفروض انه بيحيوا معاك. فالشيطان مش هدفه انت، لا ده هدفه المسيح. قم لما يغلبك بيجد لذة ان هو غلب شخص لابس المسيح، او شخص المسيح فداه وخلصه. عشان كده لما يغلب داود ولا يغلب شمشون ولا يغلب سليمان يقول له هم دول اللي اديتهم روحك القدوس. ده داود اللي بالمسحة المقدسة سكن فيه روح الله، ده سليمان اللي كان فيه روح حكمة، ولما جاته امرأتين ومعهم طفل بحكمة قال لهم الطفل ده يتشق بينكم، فعرف مين الأم الحقيقية وبحكمة وصل الطفل لأمه. هو ده شمشون اللي حل عليه روح الله وكان نذيرا من بطن أمه. وشمشون ده الجبار اللي حل عليه روح الله قوم يبقى في الطحون يلف مكان، أنا آسف يعني البهيمة الحيوان يلف كده بالراحة، ده شمشون. فهو الشيطان عايز يوري ربنا ادي الخليقة اللي انت خلقتها، ادي الخليقة اللي صورتها على صورتك ومثالك، ادي الخليقة اللي سكنت فيها روحك القدوس، حالهم ايه دلوقتي؟ انا هفرجك فيهم. عايز ينتقم من الله ينتقم فيه في صورة اولاده. دي حيلة الشيطان. في العهد الجديد نجد بطرس مثال لفشل الاعتماد على الذراع البشري. بطرس اللي قعد يصطاد السمك وحماس وغيرة، وكان معروف في بطرس انه مندفع ومتحمس جدا. بطرس المندفع المتحمس ده يقول له رب الليل كله تعبنا ولم نصطاد شيء. بطرس المندفع المتحمس لما المسيح قال لهم انتوا كلكم تشكون فيا،
انتوا كلكم هتيجي ساعة هتشكوا فيه. بص له كده بطرس قال له كلام ايه ده؟ ده لو شك فيك الجميع انا خدوا بالكم انا. دي اصعب شيء الانسان اللي بيقول انا. قال له كلهم يشكوا لكن انا شخص متميز، انا استحالة ان اشك فيك. فقال له طب شوف يا بطرس، انت قبل ان يصيح ديك تنكرني، قبل ما يصيح الديك، لانك انت اعتمدت على ذاتك. في فرق ان انسان يعتمد على ربنا زي داود اما يقف ويقول الحرب للرب. احنا في حربنا مع الشيطان بنقول الحرب لمين؟ حرب لربنا، حرب للرب. الرب يغلب. مين اللي هيغلب؟ ربنا. مش انا اللي مش هشك فيك، لا لا يا رب انت اللي تغلب، وانت اللي تغلب بيا، لكن انا ولا حاجه. عشان كده بولس الرسول ادرك الامر ده فوقف قدام ربنا قال له انا من انا، انا من انا، بل نعمه الله العامله فيا. انا ولا حاجه يا رب، انا ولا حاجه، انا من انا، لكن نعمه الله العامله فيا. عشان كده اذا عرف الانسان فشل اعتماده على ذاته بدون وجود المسيح في حياته هيبتدي ان هو ما يعيش مستقل عن ذاته. احنا الكنيسه بتعلمنا ان من اول يوم ندخل عتبه الكنيسه وبندخل على المعموديه، اي انسان يدخل يقولوا له تتعمد الاول، واول ما يتعمد يطلع من المعمودية كده يقول له بولس الرسول جميعكم الذين اعتمدتم للمسيح قد لبستم المسيح. بقيت انا طالع من المعمودية مش مجرد ان اسمي مسيح اصل انا اتعمدت، لا ده انا لبست المسيح. فعايز اقول يبقى بطرس ماشي ولا جرجس ولا اندراوس ولا ايا كان اسمه، ده هو المسيح. أندراوس اللابس المسيح، لبستم المسيح، أنا لبست المسيح. فمش اسمي مسيحي، تقول لي أصل مسيحي وده ديانته كذا وده ديانته كذا، ده تصنيفة. لا لا، أنا مسيحي يعني لابس المسيح. أما يجوا يتكلموا عن واحد عن قديسين يقول لك القديس ده اللابس الروح، اللابس، أنا لابس المسيح. جميعكم الذين اعتمدتم قد لبستم المسيح. فأنا بطلع من المعمودية متحد بالمسيح، لبست المسيح. فبقيت أما أمشي الناس يشاوروا علي ويقولوا ده مسيح، يعني ممثل للمسيح، سفير المسيح، صورة للمسيح. لو حد عايز يعرف المسيح من هو يبص ليك، وما يبص لك هيعرف المسيح. يقول لك انا ما سمعتش على المسيح، تقول له انا مسيحي. انا مسيح يعني ايه؟ يعني عايز تعرف انا. زي ما واحد يقول له انا ما شفتش ابوك من زمان، ابوك بقى شكله ايه؟ تقول له ده شكلي، انا خدت نفس ملامح ابويا. او ابنك يبقى ماشي معاك يقول لك لا ده ابنك بقى نسخه منك. فأنا لما أقول إن أنا مسيحي يعني أنا شكل المسيح، أصل مش مجرد أي ديانة وأي تسمية، لا لا، ده ليها معنى، ده ليها عقيدة، ده إيماننا، إيماننا إن أنا لابس المسيح وأحمل المسيح. عشان كده أي تصرف بتصرفه في الدنيا أنا بتصرفه باسم المسيح. قصة خيالية بس عجبتني جدا. يقولوا اللي خلصهم في الفلك 8 أنفس بالماء، لكن واحد من الآباء كتب قصة جميلة يقول لك دول كانوا 9 مش 8، كانوا 9 مش 8، ولولا التاسع ما كانش خلص الـ8. ازاي كان ممكن ان نوح يتحرك بالفلك من غير ما ربنا يقفل له الباب، من غير ما هو اللي يقود الفلك؟ ده هو معاه من اول المشوار. فالـ8 دول
كانوا 9 بربنا اللي موجود في وسطيهم. انا ما اقدرش اشتغل لوحدي، ما اقدرش اعمل بمفردي، لكن كل شيء بعمله انا بكون مع المسيح، والمسيح موجود معايا. عشان كده انا بشتغل. عشان كده معلمنا بولس الرسول يقول انا غرست وابل السقى ولكن الله الذي كان ينمي. تقول لي يا بولس انت خدمت، ويا ابولس انت خدمت، اقول لك ايوه خدمنا، لكن ايه قيمه ان انا احط بذره، وايه قيمه ان واحد يسقي البذره من غير ما ربنا ينمي هذه النبته البذره؟ مين ربنا؟ وليس الغير الشيء ولا الساقي، لكن المهم فالله الذي ينمي. عايز اقول ان ده مشاعر ابائنا، ده مشاعر ابائنا. بطرس اللي فشل في اعتماده على ذراعه البشري فهم الموضوع ده كويس، وبولس اللي عاش مده كبيره في غيره عمال يقتل في المسيحيين وكان اعمى في عينيه، لحد اما ربنا نزل له من على عينيه قشور فابتدى يشوف الطريق. ابتدى بولس يخدم، لكن يخدم مع المسيح اللي يقول لك انا ما اشتغلش حاجه بدون، استطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. انا شغال معاه، انا شغال معاه، احنا شركتنا مع المسيح اللي هو بيعمل معانا. الانسان اللي بيشتغل مع ربنا بيعرف قد ايه ان ربنا فعلا هو اللي بيقود مسيرة حياته. بطرس اللي بيعتمد على ذاته ينكر قدام جارية، واللي يعتمد على ذاته ما يصطادش حاجة، لكن بطرس اللي معتمد على ربنا يقول لنا كده وهو داخل الهيكل، قابله الراجل المقعد على باب الجميل فمد ايده قال له اديني صدقة. قال له كده بطرس جيوبنا فاضية ليس لنا ذهب ولا فضة. قال له يعني ايه؟ قال له الذي لي فإياه أعطيك. ده بطرس اللي معتمد على مين؟ على ربنا، على المسيح. الذي لي فإياه أعطيك باسم يسوع قوم. باسم يسوع عرف بطرس، عرف بطرس ان انا اشتغل باسم يسوع. بولس الرسول يقولها بمنتهى الوضوح، نحن عاملان مع الله، نحن عاملان مع الله. انا مش بشتغل لوحدي، نحن فلاحة الله، احنا بنشتغل مع ربنا وربنا بيشتغل بينا، لكن احنا ما نعرفش نشتغل لوحدنا. عشان كده بطرس بعد ما شاف المقعد في اعمال 3 يقول لهم ما بالكم تنظرون إلينا كأننا بقوتنا أو تقوانا جعلنا هذا يمشي. ما تبصلناش، إن إله أبائنا مجد فتاه يسوع الذي أنتم صلبتموه. هو ده اللي خلى المقعد يمشي، لكن مش احنا، لا بقوتنا ولا بتقوان. فرق بين انسان يعتمد على ذاته وينكر المسيح، وفرق بين انسان تاني يعتمد على ربنا ويمجد المسيح والمسيح يعمل بيه عجايب. عشان كده التلاميذ بتفكيرهم البشري لما وقفوا في معجزة اشباع الجموع قال لهم ربنا كده سيدنا ليه كل المجد، قال لهم حلوا مشكلة الجموع أكلوهم. فبصلوا كده التلاميذ قالوا لا يكفي خبز ب200 دينار. 200 دينار يعني أجرة العامل لمدة 200 يوم. لا يكفي خبز ب200 دينار. فالمسيح عمل ليهم المعجزة، أشبع الجموع واتبقت 12 أف، يعني 12 تلميذ كل تلميذ يشلوا إيه؟ أف. يا رب 5 خبزات وسمكتين تعمل العمل ده؟ ما أنا عايز أوريك فرق بين إن واحد يعتمد على ذراعه البشري، وفرق بين إن واحد يعتمد على المسيح. حلو قوي إن أنا دايماً أفكر في النقطة دي وأقول كده بيني وبين نفسي، نحن عاملان مع الله. كتير من الناس ربنا قال لهم اخدموا، كل واحد معتمد على ذاته ما يعرفش يخدم. ربنا قال أشعياء في القديم، قال يا أشعياء اخدمني،
اتكلم. قال له انا ما اقدرش اتكلم لاني انسان نجس الشفتين. انسان ايه؟ نجس الشفتين وساكن وسط الشعب نجس الشفتين. ده انا بفكر ان انا الكلمة مني انا، فلما مني انا انا انسان نجس. فربنا بعت واحد من السرافيم لمس شفتيه، قال له اشتغل اتكلم. طب اما راح لارميه قال له اتكلم يا ارميه، قال له لا استطيع ان اتكلم لاني ايه؟ ولد. قال له انا ولد. قال له ارميه انت هتشتغل معايا؟ اللي يشتغل معايا ما يقولش ولد. مش امكانياتك انت اللي هتحكم على الموضوع. طب ايه يا رب؟ قال له شوف لا تقل اني ولد لاني حيثما ارسلتك تذهب وبكل ما امرك به تتكلم. اطمن. لما يشوع كان مهزوز قدام ربنا قال له ما تقلقش يا يشوع، لا يقف انسان في وجهك كل ايام حياتك، مفيش. ولما ارميا اشتغل قال له هانذا اجعلك اليوم مدينه حصينه سور نحاس وعمود حديد لكل الارض. انت الولد يحاربونك ولا يقدرون عليك لاني انا معك. في فرق ان انا اعيش حياتي واقول انا مسيحي مستقل عن المسيح، والطبيعي ان انا ما اعيش مسيحي اعيش مرتبط بالمسيح. كتير من الناس يسعوا ينفذوا الوصية، اسعى ان انفذ لكن بدون المسيح، اسعى ان اعيش مسيحي بدون المسيح، اسعى ان اعيش الفضيلة بدون المسيح وما صلش الحاجة ابدا. لذلك احبائي المسيحية مش مبادئ في الفضيلة، المسيحية مش أخلاقيات، لكن المسيحية حياة مع المسيح وفي المسيح. يجي واحد يقول لي الناس اللي بيعيشوا يعني مؤدبين وكويسين وكده دول هيدخلوا السماء، أقول له المسيحية مش أخلاقيات. إذا كانش مسيحي ما يدخلش السماء، لأن المسيحي بيعمل كله بالمسيح وفي المسيح. لكن عشان اشتغل بدون المسيح ما ينفعش، ما ينفعش. اي واحد بره بيعمل بدون المسيح، لكن انا حياتي في المسيح وبالمسيح. الزراع البشري ده بيضيع الانسان، ولكن اللي بيعمل مع ربنا بيجد قوة. من امثلة الناس اللي ربنا بعتهم يخدموا كان موسى النبي. موسى النبي اعتمد على زراعه البشري، ولما اعتمد على زراعه البشري لقى واحد مصري بيظلم واحد عبراني، فلما شاف الظلم قام على المصري وقتل المصري، وقال بذلك يفهم الشعب ان انا جاي علشان خلاصهم. يعني انت يا موسى بتفكر في ايه؟ بفكر ان يعرفوا ان انا انسان قوي، انا قادر ان انا اخلصهم. انت يا موسى قادر تخلص الشعب، ده تفكيره. ولما قتل المصري هرب 40 سنة في البرية بسبب العملة دي. طب موسى اللي معتمد بعد كده على ايد ربنا، لما ربنا دعا موسى وقال له يا موسى تعالى بقى بعد 40 سنة تعالى عشان تخلص الشعب، قال له انا لا استطيع ان اتكلم لاني انسان ايه؟ اغلى في الشفتين. انا ما اعرفش اتكلم، ثقيل الفم واللسان، انا ما اعرفش، انا ما اقدرش ان انا اخلص شعبك. ده موسى اللي بعد سنين سنين ربنا سابه، موسى اللي معتمد بقى على ايد ربنا اللي خلص شعب بني اسرائيل، طلع وعبر بيهم البحر الاحمر بشق ليهم البحر. موسى اللي فجر ليهم مية من الصخرة وسقى الشعب. موسى اللي كان مع الشعب في البرية سنين طويلة. ايه اللي بتعمله يا موسى؟ ده اللي معتمد على ربنا. في فرق ان انا اشتغل مع ربنا، وفي فرق ان انا اعتمد على ذاتي. عشان كده داود النبي
اللي غلط في الأول لكن بعد كده لما مشي مع ربنا كتب لنا مزمور جميل كلنا حافظينه، يقول إن لم يبن الرب البيت فباطلا يتعب البناؤون، وإن لم يحرس الرب المدينة باطلا سهر الحراس. ما نعرفش إن إحنا نشتغل من غير ربنا، ما نعرفش. هي مسيحيتنا بتقوم على أساس إن إحنا مع المسيح وفي المسيح. إذا كنا إحنا من غير المسيح ما نقدرش أبدا نعمل ولا حاجة. الإنسان اللي بيعيش مع ربنا بيحس بإن ربنا سبب غناه، سبب شبعه. كتير ما إحنا نحس إن إحنا محتاجين حاجات كتيرة جدا، صدقوني حتى على مستوى بيوتنا، مستوى عائلتنا، تلاقي الأم ليها طلبات والأولاد ليهم طلبات والأب ليه طلبات والبيت في حالة اضطراب، كله فيه احتياجات، وتلاقي البيت اللي فيه احتياجات ده مش عارف يغطي احتياجاته ومش عارف يوفي طلباته، ويقعد يلف حوالين نفسه مش قادرين حتى ندي عشور ربنا، اصل اللي عندنا مش مكفينا، لا قادرين نوفي طلباتنا ولا قادرين ندي عشورنا، وحتى الوقت في وقت الصلاة ان احنا نروح كنيسة شغالين في الويك اند وتبقى الحكاية ايه الموضوع، اصل احنا بعيد عن ربنا. تعال الجماعة دول، الأسرة دي تقرب للمسيح أكتر وأكتر، هتلاقي الاحتياجات دي ابتدت تتلاشى. صدقوني إحنا كمسيحيين حاجتنا اليومية علاقتنا بالمسيح، وإذا إحنا كل شيء عندنا بدون المسيح هنحس إن إحنا ناقصنا حاجات كتيرة جدا، وإذا إحنا محتاجين جدا جدا ومع المسيح هنحس إن إحنا مش محتاجين، إحنا شبعانين، وهنقول إحنا مستورين ومبسوطين. يبقى فعلا الخلل اللي بيبقى في بيوتنا هو المسيح، موجود ولا مش موجود؟ إذا موجود إحنا شبعانين، وإذا مش موجود إحنا جعانين، وهتلاقي جو البيت جو مضطرب ما فيهوش سلام. عشان كده معلمنا بولس الرسول يقول أنا أخدت حاجات كتيرة جدا وعندي الغنى، ولكني خسرت كل الأشياء وأنا أحسبها إيه؟ نفاية. عشان إيه؟ أربح المسيح وأوجد فيه. إذا ربحت المسيح ولا حاجة ليها قيمة، وإذا أنا ما معيش المسيح الحاجات التافهة لها قيمة، وعامل زي واحد بيلم الزبالة. ما هي بولس الرسول بيقول خسرت كل الأشياء وأنا أحسبها إيه؟ زبالة. واحد بيلم الزبالة ودي ليها قيمة لأن هو ما معهوش المسيح، وواحد بيخسر حاجات غالية جدا جدا عشان معاه المسيح كسبان. أم بنطونيوس ساب له 300 فدان من أجود الأراضي وراح علشان يعيش مع المسيح. أقول له 300 فدان دول بالنسبة لك إيه؟ يقول لك زبالة. أي واحد مننا، أنا آسف مش مننا، أي واحد يقول لك 300 فدان دول بس لا يمني عليهم، هاتهم لي 300 فدان. بالنسبة للأم بنطونيوس 300 فدان دول إيه؟ زبالة، نفاية. لكن أي واحد يقول لك بس اديني فدان، ده ممكن يدخل في قضية مع أخوه، وممكن تصل لأمور صعبة جدا بين الناس للقتل عشان فدان، عشان فدان أرض. وليها قيمة قد كده؟ ما هي بالنسبة للبعض ليها قيمة، لكن بالنسبة للي عرفوا المسيح دي بالنسبة لهم ايه؟ نفاية. خسرت وانا احسبها نفاية لكي اربح المسيح، دي ملهاش قيمة قدام معرفة المسيح. عشان كده معلمنا القديس ماري مرقس المسيح قال لتلاميذه لا تحملوا لكم كيسا ولا مزودا ولا أحذية في الطريق ولا نحاسا في مناطقكم، ولا تحملوا، ما تشلوش حذائين وتوبين والكلام ده. نفذها ماري مرقس تمام. في نظرنا كده كلنا ماري مرقس أبونا شحات، تقول لي ماري مرقس ما معهوش حاجة، طب ده نزل مصر لعنده أكل زاد للطريق، ما عندوش أكل، ما عندوش
فلوس في جيبه لأنه لا يحمل نحاسا في مناطقه، ما عندوش حذائين اتقطع اللي في رجله مشي حافي. أما تلاقي واحد حافي وما معوش ياكل وما معوش يصلح الحذاء هتعطف عليه تقول ده شحات في لغتنا. ماري مرقس كان كده، لكن ماري مرقس اللي ما معوش ولا حاجة المسيح قال له ما معكش ولا حاجة وأنت تملك كل شيء، كأن لا شيء لنا ونحن نملك، إذ لنا الاسم العظيم الذي للخلاص اسم يسوع. اللي معاه اسم يسوع اسم الخلاص ده الغني. اسم يسوع هو اللي يفتح الابواب، اسم يسوع اللي يفتح السماء، اسم يسوع اللي بيقيم المرضى. قال له باسم يسوع قوم قام، اسم يسوع اللي يبارك، اسم يسوع اللي اشبع الجموع. اذا انا معايا الاسم ده فانا غني، لكن اذا كنت غني وما معيش الاسم فانا فقير. عشان كده نلاقي واحد زي ابو مقار الكبير يسيب كل حاجة في الدنيا ويسيب الغنى بتاع ابوه ويطلع للبرية، ونلاقي ابو مقار يلتف من حواليه تلاميذ كتيرة قوم يصير الاسقيط باسم ابو مقار يقولوا اسقيط مقاريوس. الاسقيط كلها وادي النطرون بالمناطق اللي هناك بقى باسم ابو مقار، وكل واحد من الولاد الرهبان اللي هناك التلاميذ بتوعه يقولك احنا ولاد ابو مقار، احنا تلاميذه. ابو مقار اللي ساب حاجات قليله اخذ غنى كبير، وام بنطونيوس اللي ساب 300 فدان بقى اغنى واحد في الروحيات. بقى كل الرهبنه اللي في العالم هي رهبنه الام بنطونيوس. اي رهبنه في اي مكان في اي بلد قولوا لهم الرهبنه دي تبع مين، مين اول واحد، اي كنيسه هيقولوا لك احنا تبع الام بنطونيوس، لأن هو ده مؤسس الرهبنة في العالم كله. ساب له 300 فدان، لكن الأم بنطونيوس يمتلك النهاردة في مساحات الأديورة أكتر من كده بكتير، وفي عدد الولاد اللي ليه من الرهبان أكتر من كده بكتير. وصار الأم بنطونيوس أغنى من دول كله. ليه؟ لأنه باع وأخذ المسيح. خسرت كل الأشياء لكي أربح المسيح ولكي ما يوجد فيه. دايما في حياتنا مع بعض في بيوتنا نلاقي ان الابن القريب لابوه طلباته قليلة، والابن البعيد عن ابوه طلباته كتير. دايما كده الابن القريب من ابوه واخد حضن ابوه تلاقي طلباته قليلة، الابن البعيد اللي ابوه مش بيحتضنه تبص تلاقي الابن ده طلباته كتيرة جدا. دي ناحية نفسية. احنا كده طول ما احنا قريبين من ابونا السماوي نقول له معك لا نريد شيئا على الارض، معك لا نريد شيئا على الأرض. لكن طول ما احنا بعيد عن أبونا نقول له رب احنا محتاجين ومحتاجين. أجمل صلاة يصليها الإنسان هي الصلاة التي تمجد الله فقط. يعني أقف أصلي قدام ربنا من غير ما أقول له ولا طلبة، من غير ما أقول له عايز وعايز وعايز وعايز. دي أجمل صلاة، دي وصل ليها القديسين، إن يقف بس يتأمل في ربنا، يتأمل في عظمة ربنا، يتأمل في محبة ربنا، يتأمل في صليب ربنا، يتأمل في مغفرة ربنا للخطاة. وما أنا ما أقف قدام ربنا أناجي ربنا وأتأمل فيه، لكن أقل مستوى صلوات اللي ابتديها وانهيها بطلبات لا تنتهي، وتبقى هي دي صلواتي اليومية واللي أنا بعتها كل يوم. أنا عايز وعايز وعايز وتعمل لي وتعمل لي وتعمل لي، وهي دي بتتكرر كل يوم. لكن المستوى الأعلى إن أنا ابتدي أكلم ربنا بدون ما يكون لي احتياجات. عشان كده بقول الابن القريب لأبوه رغم إنه يكون محتاج لكن هو مش حاسس بالاحتياج، رغم انه نقصه حاجات كتيرة لكن هو مش حاسس بالنقص. ممكن يبقى لابس الولد او يعني الشخص ده هدوم غلبان فقير، ولكن تيجي تكلمه يقول لك اشكر ربنا.
طب انت كلت النهارده؟ لسه ما كلش، لكن يشكر ربنا. طب احنا هنعيد، انت هتعيد زينا وهتلبس زينا؟ ابدا، بس اشكر ربنا. وهو قريب من ربنا فحياته حياه شكر وبيشكر من قلب. عايزين تشوفوا فعلا الناس دول، تزوروا الناس اللي في مناطق العشوائيات والمناطق دي بيشكر ربنا. يعني يبقى الشخص منهم ما عندوش العشاء وبيشكر ربنا ونايم ومتوقع ربنا هيجيب له الفطار الصبح، وانا نمت من غير عشاء انا وعيالي، بس عشمان عارف ربنا هيفطرني الصبح وانا مش قلقان، في سلام في الداخل. بعكس واحد عنده كل شيء ولا يملك هذا السلام. انا اتذكر دايما قصة الام اللي ما كانش عندها حاجة في البيت تأكلها لعيالها، وحطت بس المية على النار وسابتها وقالت للولاد على ما تصحوا يكون الفول استوى، وهي حاطة قدامهم قدرة مية فاضية، بس هم مش عارفين. قالت لهم ناموا والصبح يكون استوى. قوم يجي الخادم بالليل يجيله شوية الفول، يقوم يقسمه ويعدي على البيوت، فيخش على البيت يلاقي قدرة الفول محطوطة ويديها الفول تسقطه في القدرة، يقوم الولاد يلاقوا الفول. ايه ده؟ حياة مع المسيح. جربتوا الحياة مع المسيح؟ حياة معجزات. صدقوني الناس اللي بيعيشوا مع المسيح بيختبروا ايد ربنا كل يوم، بيختبروا معجزاته كل يوم. احنا ما بنحسش باللي بيحسوه لان احنا بعيد، لكن اللي بيحس فعلا هو اللي عايش في الاحتياجات، على مستوى الاحتياجات الشخصية وعلى مستوى المعاملات بتاعتنا. اللي قريب من ربنا ما بيحسش بأي متاعب من النوع ده. حتى لو دخلنا في بيت والبيت ده بعيد عن ربنا، نلاقي شكوى الزوج من الزوجة والزوجة من الزوج والعيال من أهليهم، والبيت متشتت، البيت تعبان، عامل زي ما يكون بركان جوه البيت. سببه ان البيت بعيد عن ربنا. إذا البيت ده قرب من ربنا هنلاقي الحاجات دي ابتدت تتلاشى، لكن طول ما البيت بعيد عن ربنا نلاقي الشكوى والأنين والمتاعب وعدم الارتياح في البيوت. إذا أدركنا الكلام ده يبقى فعلا احنا فهمنا إن أهم حاجة وأهم احتياج لينا في حياتنا هو المسيح، هو المسيح. أنا بدون المسيح ولا حاجة، أنا بدون المسيح ولا حاجة. إذا كنت أنا مع المسيح أنا كل شيء، لكن أنا بدون المسيح أنا ولا شيء. هلاقي مشاكل في بيتي، وهلاقي احتياجات ما بتتغطاش، وهلاقي أمور نفسية أنا ما بعالجهاش لأن أنا بدون المسيح. حتى صدقوني الوصية اللي ادهلنا المسيح عشان تنفذها بدون المسيح هتعجز. الوصية كتير مننا بيحاولوا ينفذوا الوصايا، ويجي يقول لي يا ابونا انا بقالي سنين بحاول ابطل الحاجة الفلانية ومش قادر، بحاول ابطل ومش قادر. كلنا بنقول كده، كلنا لسان حالنا، ودي كلمة يعني دايما بتتردد. وما يجي شخص يعترف يقول لي يا ابونا الخطايا العادية، الخطايا العادية. والخطايا هي العادية هي ايه؟ هي اللي انا جاهدت كتير وما بقدرش اتخلص منها. انا بقالي سنين بحاول انفذ وصية ربنا في الكذب، في الحلفان، في الشتيمة، في النرفزة، في الغضب، في الحاجات دي كلها انا مش قادر. فانا بقيت اسميها الخطايا العادية، يعني دي خطايا متكررة بتني اقولها. عشان كده الشخص المسيحي بيبقى دايما في حالة تمزق، تمزق ما بين الحياة اللي عايشها في المجتمع اللي هو فيه وما بين وصية المسيح. أنا عايز أنفذ الوصية
وفي نفس الوقت قدامي مجتمع بيشدني في اتجاه تاني، وانا لاني مفيش جوايا المسيح مش مستعلن فيا بقوة، فانا مش قادر ان انا نفذ الوصية، وفي نفس الوقت مش حاسس ان انا اتماشى مع المجتمع لان المسيح بيقول لي كلام تاني، انا مش قادر. فالمسيح يعيش في حالة تمزق ما بين الواقع اللي في المجتمع وما بين الحياة اللي مفروض يعيشها. دي حياة الإنسان المسيحي. لكن المسيح يقول لنا عن الوصية، يقول بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيء. بولس الرسول يقول عبارة جميلة، بيقول لنا الوصية بتاعت ربنا دي علشان خاطر نختبر وجود ربنا. يعني ربنا اداني الوصية، تقول لي ده امر ونهي، اعمل دي او ما تعملش دي. لا يا حبيبي، دي مش زي الاحكام والقوانين بتاعت البلد. لا، انت نفذت قانون البلد، ما نفذتوش مش هتكتشف شخصية الرئيس او الملك او الملكة جوه الوصية. لا، المسيح اداك الوصية عشان تكتشفه داخل الوصية، تشوف. وما انا لما نفذ الوصية بأمانة ارى المسيح فعلا، يستعلن المسيح. بولس الرسول يقول امتحنوا انفسكم، ام لستم تعرفون انفسكم ان يسوع المسيح هو فيكم ان لم تكونوا مرفوضين. يعني الوصية هي ايه؟ بيقول اختبار وجود المسيح فينا، اختبار لوجود المسيح فينا. الناس تعبوا مننا، المجتمع، لان احنا بنحاول نظهر قدامهم بصورة احنا مسيحيين، لكن احنا مش مسيحية حقيقية. المجتمع عصر في المسيح، عصرناه في المسيح، لان انا بنفذ الوصية بمفردي، بحاول ابذل مجهود شخصي، المسيح مش مستعلن فيا. ام المسيح اللي مش فيا ده الناس بيشوفوا صورة بهتانة فيتعصروا في المسيح، ويبتدوا الناس يتكلموا على المسيح ويتكلموا على المسيحية، لان انا مش مدي صورة حقيقية، المسيح مش ظاهر فيا. افتكر قصة كانت عن احد الاباء الرهبان، انه كان نازل يبيع شغل ايديه، والراجل ده اشتهر عنه انه كان بيطلع الشياطين. فكان في الملك بيته عليها شيطان، فقالوا له مش هيطلع الشيطان ده غير الراهب ده اللي هيقدر يتمكن. فقال لهم طب هاتهولي. قالوا له ده انا ما يجيش. فقالوا له لازم حد يروح يجيبه بحيلة. فبعت واحد يشتري شغل ايديه وفي السوق، وبعد ما اشترى شغل ايديه قال له ودي لي الشغل ده البيت. فاخذ الشغل وشاله عشان يوديه البيت. فالبت اللي عليها الشيطان وقفت له قدام الباب، هي اللي تفتح الباب. طلعت تفتح الباب لقيته في وشها، فبكل قوتها ضربته بالقلم على وش. وصية المسيح تقول ايه؟ حول. فنفذ الوصية، فالشيطان صرحها ووقعت على الارض وطلع منها. طب طلع الشيطان ليه؟ الوصية لما تنفذت المسيح استعلن. يعني المسيح ظهر في حياة الشخص ده. ما هو الوصية عشان نكتشف المسيح فيها، ما هي دي كلمة الله الحية الفعالة. طب انا الانجيل عندي انا ما بقرهوش، انت الخسران. لان انا كل ما بقرأ الانجيل وبقرأ الوصية بكتشف المسيح كاتب الوصية، ناطق الوصية، ناطق الكلمات دي. فهو المسيح استعلن لانه نفذها بامانة، لا تمثيل ولا غيره، بتلقائية. ولما نفذ الوصية صرحها الشيطان وطلع منه، طلع لان المسيح استعلن. عايز اقولك حبيبي، المسيح موجود في وصيته.
المسيح موجود في كل كلمة قالها. المسيح مفروض يكون موجود فيا. أنا مش مجرد أني مسيحي، أنا حامل المسيح، أنا لابس المسيح، أنا مسكن للمسيح الساكن والحل فيا. جميعكم اللي اعتمدتم لبستم المسيح. أنا مش ممكن كمسيحي حياتي تنفصل عن المسيح، أنا فيه وهو فيا. عشان كده إحنا الاتنين واحد. أحد الآباء يقول اللي هيدخلوا السماء هو المسيح، لأن إحنا الكنيسة أعضاء جسمه من لحمه ومن عظامه. فمين اللي هيدخل السماء؟ المسيح وإحنا أعضاء جسم، هو الرأس ونحن الأعضاء. فلازم نعيش الدور ده على الأرض، تبقى حياتي في المسيح ومقدر أكمل الحياة دي في الأبدية. لكن خد بالك لألا تعيش على الأرض حياة مستقلة على المسيح، لازم حياتي تكون في المسيح هنا. عشان كده المسيح كل شوية يقول أنا الكرمة أنتم الأخصان، اثبتوا فيا وأنا أثبت فيكم، اثبتوا فيا تأتوا بثمر. فالمسيح كل شوية ينبهنا أن إحنا وهو واحد. العصارة تجري في الكرمة وتسير فيها كلها من الفروع إلى الأخصان للأصل بتاع الكرمة وتوصل لينا، فإحنا نجيب ثمر. حياتنا في المسيح حياة ثبات، حياتنا في المسيح حياة قوة، حياتنا في المسيح حياة استعلان، حياتنا في المسيح حياة فرح. ربنا يدينا ان احنا نكون ثابتين فيه كما اراد لينا، ليه كل مجد وكرامة الى الابد. امين.